في الاخير بضل ايش انك حاطه في البيت وبزعج اهل البيت، اهل البيت بتحملوا هو. والغريب مرات بيعرف اولاده، مثلا اولاد بيعرف فلان او بتعرف اولاده فلان، بتعرفه فلان ما تعرفوش من اولاده، من اولاده بتلاقي بيعرف فلان، ومرات بخربط حتى. بس في ناس، في ناس بتلاحظ انه بيعرفوش بالمره. بتجيهم هاي زي نوبات ولا بيضلوا مستمر الحال؟ يعني بيكون في بعض المراحل يتحسن انه بيلاقوه انه منيح، وهاليوم الصبح مثل الورد المريض ما ماله شيء. مش مش زي الورده، هن بشبوه هيك، اما لا هو يوصل انه زي مش ممكن. اما ممكن مثلا هذا المش متعرف عليه ابنه، يعني هو بيعرفش ابنه، ايه والله عرفني اليوم، قال لي انا اسماعيل ولا قال لي محمد. ايه شو يا جماعه لو تشوفوا، يعني بيعتبروه هذا انتصار. انتصار. هل هذا بيعشم الاهل انه في تحسن، مع انه الواقع ممكن يكون بصير يناقشوا بين بعضهم الاهل، بس في الاخير بيطلعوا بنتيجه انه الامور تحت كنترول، نحو الانحدار. بس ممكن اذا بنت بعيده عنه جاي من سفر مثلا، هي والله كويس ليه بتحكوا، هي عرفني وهي نوباسني وعبطني ابوي، ليش هالحكي ماخذي. بس اذا قعدت معها شويه هي، خاصة إذا متجوز، الأم متوفية ومتجوز واحدة تانية، والله هاي مرت الأب هي اللي قاعدة عمالة تعمل بتزيدها، بصير يلومه خرافات أو خزعبلات. إذا قعدت البنت شوية، إذا قعدت لها أسبوع أسبوعين، هي بتقول لا والله الأمور مرت أبوي مسخمة مسكينة ماكلة هواء. بالعكس يمكن ابتلاء هذا يعني من نوع من الأنواع. هو هذا لا، فالانحدار بالذاكرة، الذاكرة لحالها، بالقيام بالأعمال البسيطة، الجاجمنت، الأكتيفيتي مع أصحابه، مع هذا إذا بروح غير العمل غير الكذا، في بعض بصير مرات بصير مكتئب، بدوش حاكي حدا، بدوش ما بده يشرب. يا اخي ما انت كنت تقرا الجريده، بديش الجريده، كنت تسمع اخبار، بديش اياها. طيب بدي كذا بالمره. اذا بدنا نعطيهم، اذا بدنا نقول ممكن، ما بعرف هلا ممكن ينكشف الزهايمر بدري ويقدر الواحد يخفف من وطأته على المريض. هو شوف، هو طبعا هلا علاج جذري له لا، اكون معك واقعي، ممكن ينكشف. هلا في ادويه، في طبعا هي الانكشاف هو تبدا بالذاكره، وتبدا في بعض الاعمال، وتبدا في بعض الشغلات ممكن يقوم في يلاحظوا عليه الاهل القريبين جدا، زي ما قلت لك الزوجه مع الزوج او البنات مع، بيلاحظوا انه في امور ما كان بالسلوك. انسى الذاكره، الذاكره كيف ممكن يلقطوا العلامات المبكره؟ اذا بنقدر نساعدهم انه يلقطوا العلامات المبكره، يصير يتفوه، يتلفظ بكلمات مثلا، شخص راكز، عارفين انه شخص راكز، ما بصير مش هو هذا. يا اخي مش هو، يعني بلبسه، باختياره لللبس، باكله، مش هو هذا، بصير لك مش هو هذا، مش ابوي اللي بعرفه. يعني ايش بتيجي تذاكر؟ لا يا دكتور مش الذاكره، امور كثيره، امور كثير في البدايه. فهو طبعا الطبيب بيساعد انه بلقط اكثر شوي 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 شوي، لاحظ. بس هن الاهل خاصه الزوجه بتلاحظ، اهم شيء اللي بتلاحظه هي بذاكرته بغلبها، وبيضل يرد ويسال، يرد ويسال، بهلكها بالسؤال بالسؤال بالسؤال. اليوم ايش، وين رايحين، يلا متى رايحين، يلا بعيد، وبكرر وبعيد وبكرر. هاي طبعا احنا اذا هو بالالزايمر، اذا الزايمر، لان زي ما حكيت لك هو بيصير في بروتين بنسميها بليكس وتانجز، هاي بتصير بتنتج هيك، ليش بتنتج؟ ما بيقولوا في خثرات بتصير البروتينات على الاعصاب، بتؤدي الى تجلطها وتلفها. هلا الميكانيزم تبعه صعب جدا، شو اللي بيصير، يعني في لسه دراسات مش معروف، بس بشكل عام قلت لك بيصير في بروتينات معينه اسمها بليكس وتانجز بسموها، هاي هي لغه التفاهم بين الخلايا. ليش بتنتج ما بنعرف، ليه فلان نتجت عن فلان ما بنعرف. احنا بنحاول، احنا في بعض الامراض اللي هي بشكل عام اذا في امراض مصاحبة نعالجها، هاي ممكن نخفف الازمة. اذا في اكتئاب، اذا في سكري، اذا في ضغط، إذا يعني في هذا بتسموه دكتور palliative treatment او عراج سيمتوماتيك، خلينا سيمتوماتيك او سيمتوماتيك تريتمنت، شو في عنده شغله عم نخفف من وطأة الاعراض عشان يكمل لاخر ايامه براحه. يعني اللهم لا اسالك رد القضاء، ولكن اسالك اللطف فيه، يعني نخفف اللي بنستطيع عليه. محدوده بتلاقي شو بيقدروا ياخذوا، 40 50 واحد هون 40، يعني صعب كثير. هناك لا، في مراكز كثيره، ما هو كل شيء عدد وعده،
كل شيء عدده عدة. يعني انت هلا حاط فنجان شاي هون وفنجان شاي هون عددنا اثنين، هدول الاثنين بكفي. اما اذا 10 بنفعلاش، بدنا 10 فناجين شاي مثلا. انت بتروح على مكان فيه فنجانين بس، بيروحوا 10 على فنجانين طبعا. فبيجوا بيشكوا، كيف هلا بيجوا بيشكوا من اطباء القطاع العام انه كذا كذا، لما تلاقي مثلا في البشير ما تاخذنيش بهجوم هالعدد المخيف، طب شو عالج المسكين هالدكتور هذا؟ مع انه الاردن يمكن اكثر بلد عربي متقدم طبيا، يعني احنا الاوائل يمكن عدد نقول ما عدد عدة. يعني احنا هلا في القطاع الخاص مثلا بيجيك المريض، هل بتشوفه بتعطيه لانه عارف العدد كذا. اما في الحكومه هذول جايين لما يشوف بالله يحط له 50 ولا 70 مريض، طيب شو ايش بده يسوي هالدكتور هالمسكين؟ يعني يحكي له دخيل حتى طاقه الطبيب انه يشخص، لو قال له صباح الخير، لو قال له صباح الخير مثلا، هي راحت، هي راح الموعد، هي راح الموعد. ولذلك التامين الصحي مش شغله هينه، بدك تعطي المريض حقه. اذا بدك تعطي حقه مش بس في الدواء، في هاي المصاحبه، هاي 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 اهم. الدواء اخر شغله، مش مشكله الدواء، مش المشكله الدواء. انت حبتين هالدواء بتيجي بتعطيهم لابنه ولا بنته ولا هاد، تفضل هي. بس انت خايف على شخص انه يعمل عمله سودا في حاله او في حد حواليه، يعني طبعا هون يعني كانه عندك قنبله موقوته في المنزل. تمك اولا بتخاف على نفسه، على نفسه وعلى غيره وعلى اللي حواليه، على حواليه. يعني هذا يعني ساق سياره يا سيدي الفاضل وراح بدون ما، قلت لك فيش حدا اذا ما راقبه حدا بيطلع حط هذا المفتاح وراح خبط له بشغله ولا عمل له شغله او قتل ناس. مين من المشاهير تعرض للزهايمر؟ عندك الرئيس الامريكي ريغان. ريغان ريغان هذا ريغان يمكن من اشهر هذول هذا. وفي ناس كتير، وفي ناس طبعا بضلهم مخبيين عليهم لانه بتعرف بيعتبروها نوع من الاستيغما انك طبعًا تحكي عنها هون، يعني عيب. العيب بالمجتمع، ثقافة العيب في المجتمع. فيعني الشغلة معقدة مش شغلة هينة. أما أهم شيء الآن باللي عنده الزهايمر لما تكون في المراحل المتقدمة، العلاج جزء بس في المصابحة، التمريض، العناية البيت، لأنه أهل البيت ما بيقدروا يصمدوا. هلأ ممكن تيجي تقول يا أخي لازم كذا، أنت التنظير سهل انه لازم، بس بالفعل بهلك بالضبط. هو راح eventually يعني او بالاخر بلاش نقول يرفع الراي، راح يرفع الراي وراح يستسلم. معنا اتصال جميل، تفضل جميل. الو، ايوه تفضل. مرحبا، اهلا وسهلا. لطفا ان نحكي مع الدكتور رشيد. تفضل يا استاذ. تفضل. مساء الخير دكتور رشيد. يا مساء النور، اهلا وسهلا. كيف حالك؟ اهلا يا باشا. بعرفك الدكتور رشيد من الزرقاء. اهلا وسهلا، يا مرحبا. لا بس بدي يعني اسال سؤال عن شغله بتختص بالموضوع. تفضل. اللي هو في الهرمون، هرمون السعادة بنقول له، اللي هو السيروتونين. اي نعم، السيروتونين. تفضل. السيروتونين هو له علاقة في الخرفنة او الشغلة زي هيك، وهل هو له علاج دائم اذا كان منفصل؟ ايش هو الخرف يعني؟ هل يعاني يعني بنقاس في مختبر مثلا معين مثلا؟ هلا انت قصدك يعني انه هرمون السعاده هل هو بيساعد على علاج الخرف؟ هرمون السعاده اللي هو انتم بتحكوا له السيروتونين. هذا شو له علاقه في الموضوع الحلقه وشو علاجه؟ يعني تحكينا كلمتين عنه يا سيدي. هذه مادة السيروتونين هي هاي كانت في الاكتئاب مثلا، بيصير عدم توازن بين مادة السيروتونين والمادة الثانية اسمها السيروتونين، بس ما لها هلا وقياسها. وتلاقي أدوية الاكتئاب بعطوه من مادة المضادة هاي، بس هاي ما لها علاقة هون وهون. لا ما لها رابط مع الخرف، هذا له علاقة أكتر. عزيزي أدوية سي جميل، الاكتئاب ما لها علاقة قريب، لا من قريب ولا من بعيد. نعم، معنا اتصال ثاني، أحمد من عجلون، تفضل ابو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا، مسي عليك على الدكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضل. الله يعطيك العافيه. بدي اسال عن مرض الباركنسون. عن مرض الباركنسون، شلل الرعاشه يعني. يعني هذا المرض اول شيء يعني هو مسبباته ايش؟ ايش توصل للعلم يعني في منه شفاء او العلاجات اللي بتخفف منه هي بتخليه يرجع الى نسبه المرض؟ مش عم نسمع يعني ولا بتوقفه محله وبيؤدي للخرف او لا؟ يعني
يا سيدي مرض الباركنسون هو سمي هذا المرض على اسم اللي اكتشفه باركنسون، وهذا بيصير عدم توازن في مادتين هيك لما اكتشفوا فكر انه عدم توازن في ماده اسمها الدوبامين مع ماده اسمها الاسترالخولين، ففكروا انه اذا اعطينا دوبامين او هاي حلينا الامر على اساس بيعالجوا بالليفودوبا يسلم توماك اللي هو السينمت كان اشهر دواء بالفعل اعطوه تعرف عمل ثوره هو في الاول انه كيف العلاج، ولكن ثبت انه مش هو هذا العلاج، فكرنا انه هو فكر لما اخترع الدواء هذا انه خلص قضينا على الباركنسون، لا الآن مش لهالدرجة هاي، وطبعا العلاجات هاي خاصة السينمت لابد الأستاذ اللي سأل بيعرف هذا أشهر دواء لهذا. بس بيساعد هذا السينمت بالنسبة للباركنسون بيساعد كتير بس لحاله ما بكفي مرات. خلينا نقول بيأجل لا هو المرض الباركنسون له بعض الشغلات، لا الشخص بيمشي زي الرجل الآلي الرعاش تعرف ديسك يعني مشيته ضعيفة حركته إيديه رجليه ضعيفة بتلاقي زي ما حكيت كيف الرجل الآلي بتلاقي بسكبس هذا فهذا الأدوية هاي ساعدت لا أخفي. هلا في علاقة بين الباركنسون والشو بسموه الخرف طبعا في علاقة في نوع من أنواع الخرف اسمه باركنسونز ديمنشيا يسلمتم أو خرف هذا فإحنا في الخرف هذا تعال بدك تعالج الأساس الأساس اللي هو الباركنسون. احتمال كبير لما تحسن الباركنسون السيمتوم والصين تاعت الباركنسون يقل المصاحبة له اللي هو الخرف تبعه أو البارك. ممكن أجله بس الباركنسون ما في إله علاج إله علاجات لا في علاجات ممكن نخلص ممكن مش واحد ممكن لا مريض لا لا, لا كيف السكري كيف السكري تيجي تقول له في ما في دواء للسكري وخلص صباح الخير بس يمكن التعايش معه بتتعايش معه. فالباركنسون إله علاجات كل يوم بطلعه بس العلاج الأشهر هو هذا المادة هاي اللي حكيت لك العلاقة في الدوبامين والسينمت وهلأ ببلشوا هلأ بحطوا مواد بخلطوا بعض المواد الأخرى معها كنوع من الكوكتيل في نفس الحبة على أساس هذا. بس في ناس لما يطول بتصير الشغلة مش شغلة هينة صدقا وبضل بتنقل المريض من طبيب إلى طبيب إلى طبيب.